السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطلبات الصف الخامس، أهلا بكم في الفيديو الثالث بتاع شغل الهندسة اللي هو قياس مساحة المثلث. مساحة المثلث بتتكلم بتقول إيه؟ مساحة المثلث تساوي نص طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها. طبعًا إحنا متفقين مع بعض قبل كده المساحة يعني إيه؟ المساحة اللي هي عدد الوحدات المربعة اللي هو الشكل، وخدت السنة اللي فاتت مساحة المربع ومساحة المستطيل واتدربت عليهم وقلنا مساحة المربع طول الضلع في نفسه ومساحة المستطيل الطول في العرض، واتدربنا عليهم في مسألة واثنين وعشرة. النهاردة بتاخد مساحة المثلث زي ما قلنا نص القاعدة في الارتفاع المناظر. لازم تعرف ان في اي مثلث في الدنيا ليه حاجة اسمها قاعدة وليه حاجة اسمها ارتفاع. اول حاجة مثلا هناخد مثلث زي ده، مثلث زي دوت لو افترضنا ان دي القاعدة بتاعته، تمام؟ الارتفاع ده هو حاجة أو خط مستقيم نازل عمودي عليها، عمودي يعني واقف عليها، يعني هو الخط ده هو الارتفاع بتاعها. يبقى لو دي القاعدة يبقى ده الارتفاع، تمام؟ طب هنا لو افترضنا إن دي القاعدة هيبقى ده الارتفاع بتاعها، خط نازل عمودي عليها. طبعًا هو في المسألة هيجيبها لك ثابتة، دي القاعدة ودي الارتفاع، بس أنا بديك أمثلة. لو افترضنا إن دي القاعدة بتاعتها، يعني لو هو إداني إن دي القاعدة بتاعتها، هيبقى مديك إن ده الارتفاع. تمام؟ طيب هنا لو في مثلث زي ده، بص المثلث اللي زي دوت هو اصلا مثلث قائم. طب لو دي القاعده بتاعته هتبقى مين الارتفاع؟ هيبقى ده الارتفاع. طب لو عكسنا وخلينا دي القاعده هيبقى مين الارتفاع؟ ده. طب لو دي القاعده هيبقى مين الارتفاع؟ الارتفاع هيبقى اللي نازل من الزاويه اللي في الشهر اللي هو ده، وهكذا. طيب وحدات قياس الطول عبارة عن ايه؟ خدتها الترم اللي فات او السنة اللي فاتت، كيلومتر ومتر وديسي وسنتي وملي، كيلومتر ومتر وديسي وسنتي وملي. الكيلومتر عشان احول منه المتر محتاج 1000، المتر محتاج 10 ديسي، الديسي محتاج 10 سنتي، الملي محتاج 10، اسف السنتي محتاج 10 ملي. لو مشيت كده هتعمل عملية الضرب، انما لو مشيت الناحية التانية هتعمل عملية القسمة، يعني عشان تحول من كيلومتر لمتر تضرب بس في 1000، من متر لديسي تضرب في 10، من ديسي لسنتي تضرب في 10، من سنتي لديسي تقسم على 10، من ديسي لمتر تقسم على 10، وهكذا. النهارده وحدات قياس المساحة هي بس ايه؟ كيلومتر مربع، متر مربع، ديسي متر مربع، سنتي متر مربع، ملي متر مربع. من كيلومتر لمتر محتاج امشي مليون واحدة، من متر مربع هتبقى 100، من ديسيمتر مربع لسنتيمتر مربع برضه 100، من سنتيمتر مربع لملي متر مربع برضه 100، مع تطبيق نفس القاعده مع اليمين مع الشمال بضرب ومع اليمين بقسم، هتلاقي نفسك ان عمليه التحويل بالنسبه لك عمليه بسيطه جدا بعد ما تحفظ الارقام ديت ان شاء الله. تعال نشوف هنطبق دلوقتي. اول حاجه مثلث طول قاعدته 6 سم، القاعده اللي تحت ديت ب 6 والارتفاع 8 سم، عايز مساحته. هو كده تديك القاعده والارتفاع المناظر ليها، دي المساله اللي انا كنت بفهمك الفكره. هجيب له مساحته، يعني هقول له قانون مساحه المثلث. قانون مساحه المثلث بيساوي يا مستر؟ بيساوي نص القاعده، نص طول القاعده في مين يا مستر؟ في الارتفاع. نص القاعده بكام؟ القاعده بسته، نصها 3، او تكتبها على طول نص في 6 كده او كده. نص الستة في الارتفاع 8، نص الستة 3 في الارتفاع 8، يعني اجابتك بكام؟ 3 في 8 ب 24، وما تنساش اكتب سنتيمتر مربع، لأن خد بالك من الحتة دي معظمنا بيقع فيها. أنت بتجيب إيه؟ مساحة، بجيب مساحة يبقى أحط سنتيمتر مربع، لأن دي وحدات قياس مساحة مش طول. تاني مسألة معايا، مثلث طول قاعدته 1.2 سنتي وارتفاعه بص كده 2.2 ديسي. طبعا انا ما ينفعش اشتغل بواحدة سنتي وواحدة ديسي. طب هعمل ايه؟ لازم احول واحدة من دولت للتانية. ال 2.2 ديسي ديت اسهل ان انا احولها لايه؟ للسنتي. ازاي؟ من خلال ان الديسي في 10 سنتي، فهعمل عملية ضرب. هيبقى أول حاجة الارتفاع يساوي 2.2 ديسيمتر اضربها في 10، طبعا ال 10 تحرك العلامه اتجاه الشمال، اليمين تبقى 2 سنتيمتر.
اوجد المساحه. المساحه بتاعتي بتقول ايه؟ المساحه بتقول نص طول القاعده في الارتفاع، يبقى مساحه المثلث تساوي نص في طول القاعده في الارتفاع. نص طول القاعده يعني نص في 1.2، تمام؟ في الارتفاع بتاعي، الارتفاع بتاعي اللي هو كام؟ الارتفاع بتاعي اللي هو 2. نص مع الاثنين، الاثنين هتروح مع النص، لان نص الاثنين بواحد، والواحد واثنين من عشرة هتنزل زي ما هي. انا بجيب ايه؟ انا بجيب مساحة. مساحة يعني ايه؟ يعني هاخد سنتيمتر مربع. ليه اخترت السنتيمتر مش الديسيمتر؟ لان انا خلاص حولت الديسيمتر لايه؟ لسنتيمتر. طيب مثال ثلاثة. بص قبل ما اخش في مثال ثلاثة، ساعات بيطلب منك او ساعات بيطلب منك القاعدة، يعني ما بيطلبش المساحة، يضحك عليك. فاحنا هنعمل تغير بسيط في القانون بتاعنا. لما يطلب منك الارتفاع هتحفظ لي القانون ده، تقول لي على طول يا مستر الارتفاع بيساوي 2 في المساحة على القاعدة. طب لو طلب القاعدة هتعكس مكانها، لان هو عكس لك مكانها، هتقول له يا مستر القاعدة بتساوي 2 في المساحة على الارتفاع. طب تعالى نحل. مثلث مساحته 25 سنتيمتر مربع وارتفاعه 10 سنتيمتر، اوجد طول قاعدته. يبقى هنقول كده طول القاعدة يساوي، اكتب القانون، 2 في المساحة على الارتفاع. يلا نعوض. 2 في المساحة، 2 في كام؟ 2 في 25 على الارتفاع. الارتفاع بكام؟ الارتفاع ب 10، يبقى 2 في 25 ب 50. 50 على تديني 5. 5 بص زميلك يقول ايه؟ مستر 5 سنتيمتر مربع. اقول له لا يا حبيبي غلط، انا بجيب طول، هناك كنت بجيب مساحه فكتبت مربع، هنا انا بجيب كتبت سنتيمتر فقط. مثال 4، مثلث مساحته 16 سنتيمتر مربع وطول قاعدته 4 سنتيمتر، طالب مين؟ طالب الارتفاع. المستر حفظ لي قانون الارتفاع. قانون الارتفاع بيساوي ايه؟ قانون الارتفاع بيساوي 2 في مساحه القاعده على طول القاعده، على طول قاعده المثلث. طيب تعالى نعوض انا وانت مع بعض. اول حاجه 2 تنزل زي ما هي في مساحه القاعده، قال لي بكام؟ قال لي ب 16 على اقسم على كام؟ على 4. ابدا ضربي 2 في 16 ب 32، 32 اقسمها على 4 تديني كام؟ تديني 8 سنتيمتر يا مستر، ولا سنتيمتر مربع؟ اشوف اسال نفسك انا جايب ولا مساحه؟ انا جايب ارتفاع يعني طول، يعني سنتيمتر وليس سنتيمتر مربع. بكده اكون خلصت معاكم الجزء الاول في درس مساحه المثلث. يتبقى الجزء الثاني في فيديو اخر.